الحقيقة احنا قانون التقاعد الرمى الجماعي شرعه سنة 71، يعني مضى عليه أكثر من 50 سنة. الوزارة الآن وزارة التقاعد والرمى الاجتماعي بدينا قانون، مشروع قانون التقاعد الرمى الجماعي جديد. طبعا هذا قانون مهم جدا، فيه امتيازات كبيرة جدا للعمال. طبعا ترى قراءتين في الفترة النيابية السابقة، إن شاء الله خلال الفترة المقبلة القليلة سيتم التصويت على هذا القانون. طبعا امتيازات هذا القانون هي دعم القطاع الخاص بصورة مباشرة وتخفيف الضغط الكبير على القطاع الحكومي من خلال إيجاد فرص العمل. احنا اليوم يسألك استاذ وليد نعمة نقيب او رئيس الاتحاد العراقي لنقابات العمال، يقول لك يا قانون بالضبط مشروع قانون التقاعد الرمى الاجتماعي للعمال الجديد. نعم الجديد متى تم رفعه او متى تم مناقشته داخل؟ يعني هذه امتيازات كبيره جدا من ناحيه زياده الراتب التقاعدي، باضافه معادله تقاعديه منصفه ومساويه لمعادله الراتب التقاعدي للموظفين. إضافة إلى ذلك هناك مخصصات إلى المعيشة بنسبة 1% عن كل سنة خدمة إلى الراتب، يعني في امتيازات مهمة جدا وخاصة ينصف المرأة بصورة كبيرة، وأيضا منها منح مكافأة الخدمة بعد 6 أشهر من ترك العامل الخدمة، حيث كانت بعد ترك العامل حيث كانت سابقا سنة، الآن إن شاء الله إذا